الإمام علي رضوان الله عليه وكرم الله وجهه جاء له رجل يشتكي وجعا. واحنا قلنا الإمام علي ده كان مدينة، مدينة في العلم ومدينة في الفتية، وأي حاجة تجيله كده ربنا يفتح عليه وإيه. فلما جاء له الرجل يشتكي وجعا، طب هو الإمام علي كان طبيب؟ إنما هو يريد علاج فهم الإمام. العلاج من فهم مين؟ الإمام. قال له خذ من امرأتك درهمين من صداقها. درهمين من مهره. طيب. واشتري به عسلا. خلاص؟ وأزب العسل في ماء مطر نازل لساعته، يعني قريب عهد بالله. المية لسه ايه؟ خلاص؟ لأنني هيجتمع لك أربع عناصر زي الطبيب ما بيجيب العقاقير من كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا ويعمل منها علاج. الإمام علي راح عمل العلاج دي. قال له خد من امرأتك ايه؟ درهم من المهر، واشتري به ايه؟ عسلا، وهات ماء مطر يعني قريب عهد الايه بالله، واذب العسل في ايه في ماء المطر واشربه، فاني سمعت الله يقول في الماء من السماء ان ازل من السماء ماء مباركا، وسمعته يقول في العسل فيه شفاء للناس، وسمعته يقول في مهر زوجتك فكلوه هنيئا مريئا. فإذا اجتمع في دواء البركة والشفاء والهنيء والمريء عافاك الله إن شاء الله.